كنان أنا سكوت جانكيز. كيف فات توفيق؟ كيف قدر يفوت بين الجراثيم تبعوتنا ويتحرك؟ عايشة؟ عم تسألني إلي؟ شو بيعرفني كيف قدر؟ قلت لي وساق بريهام مثلي ولا تخاف. معقول تكون وقعتنا بفخ؟ طبعا لا، هي كمان انخدعت. لو كان في شيء غير هاد كنت قدرت احس عليها. ولا اكون وقعت بالفخ تبعكم؟ اكيد لا. فرسوا انتوا، ما فهمتوا شو يلي عم قوله. تعودتوا انكم تخونوا كل يلي حواليكم لدرجه ما عدتوا تعرفوا لمين بدكم تكونوا مخلصين. انا ما بشتغل مع الاغبياء ولا مع الجواسيس الفاشلين. انا خسرت الليلة إيدي اليمين، أكتر زلمة وثقت فيه من 20 سنة. من اليوم ورايح رح يتغير كل شيء. روحوا على البيت وانتظروا خبر مني لبين ما قرر شو رح أعمل فيكم. كنان لو سمحت. يلا على بيتك. صحتك. خلص رح انستر. ما رح تعملنا حفلة وداع؟ طبعا، وما رقصة ومشروب مفتوح. بدي اعمل لك عرس كبير. عرس فيه يخوت الدنيا. طبعا، ما هي بنت الخال بالاخر. ما رح ارضى اقل من هيك، هي مرتي. وما فكرت بالبيت يا فهيم؟ بيت فخم كتير، فيه 5 غرف نوم ومسبح. عيلة واولاد وازاد وانت. لك ازيل، بدنا نجيب اولاد. والله بكرة لا يصرعوك صرع. يا سيدي يسروا على كيفهم، وبعدين بدهم يكبروا ويدرسوا ويتخرجوا. لكن طبعا بدك تخطب لهم وتجوزهم. إيه لكن، ولحق على عشوات وغدوات ورفقات ومعارف، والولاد بين الرجلين عم يركضوا كل الوقت. كتار؟ ايه كتار. وهي عيلة، عيلة عيلة بو. كأنه هالبف كتيرة. صف عمرك والله رح غير عقلي. أنا بعرف منيح شو لازم نعمل. بالأول لازم نستأجر بيت. ما رح أتحمل اسكن بالورشة وقت اللي بكون حامل. إيه كتير منيح. وشو الخطوة الثانية؟ شو الخطوة الثانية؟ العرس. كان بدي عرس على المسبح، بس من هلأ للصيف بيكون انتفخ بطني. إيه حلوة، شو فيها؟ أنا بحب العروس حامل وبفستان العرس. ما بعرف، بحس إنه فيها غرابة. غرابة بس بطيئة. خلص مثل ما بدك، العرس قبل الصيف. وبعدين؟ بعدين ايه هذا كل شيء. شوفي لسه. ايه حلو كتير، بيت سعيد وولاد كتار. ايه اكيد، احفاد للخال رامز القبضاي وولاد علي الكماشة. كيف رح اقدر ربي عصابة قبضايات بالدم والوراثة؟ ازاد، إذا هيك ما في شي تغير، وأنا أكلهم. يا ترى رح أقدر ربي ابني بين هدول الرجال ووجههم من غير ما يطلع مثلهم؟ رح يصير عندي عيلة، ورح صير أبو هالعيلة. كيف بدها تصير هاي؟ أخي علي، يمكن نحن عم نكبرها. تخناها. ما هيك؟ ايه طبعا، رح تتجوز اللي بتحبها والباقي على الله. يعني ما اتردد. ولك ليش لحتى تتردد؟ ما انتو كتير ظابطين على بعض. هذا هو، يعني تغيير بنمط الحياة. انت ما بتخوفك هيك شغلات؟ يعني فهمت عليك. من امتى انت وبادا مع بعض؟ من كم شهر. عملتوا شيء؟ شو هالحكي علي؟ شبك عم نسأل عادي. ما لك علاقة بهي الأمور، لسه بالأول نحنا. شلون يعني؟ شلون بالأول؟ قال هلأ ما في شيء. وشو المشكلة؟ شو فيها؟ قلنا لك بكير، ليش لنستعجل؟ إيه والله ما فهمت،
شو بتعملوا لكان؟ انت ليش عم تهرب من القصة؟ عم تقول انك بتحبها للبنت؟ ما هي؟ ليش ما بتفكر تقربوا اكتر؟ انت اكيد هلا متردد. لا اخي، مين قال لك انه انا متردد؟ ابدا. خلص لا تخاف، ولا البنت رح تشكها، يمكن تفكر انه عندك شي مرض لا سمح الله مثلا. تضرب بهالراس. معقولة؟ كل شي معقول لك اخي، ليش لا؟ هدول النسوان ما بتعرف شو بفكروا. شو يعني ما عندك خبرة؟ عيش حياتك لك إزيل، عيش. صب كاس لقلك. عم بتذكر أول يوم شفتك فيه، قلت لحالي قديشها مناسبة لإيزيل، بنت على طبيعتها وحلوة وأكيد رح تخليه ينساها لعيشها. طبعا في قضية الأنوثة مانا مهمة. شو قصدك بقضية الأنوثة؟ يعني عايشة متفوقة عليكي بهذا المجال، طبيعي متفوقة عليكي كتير، يعني مو مشكلة لو لأنه عندك أنوثة ما كان مشي الحال ونسيها. هيك رأيك؟ ايه. يسلم صحة وهنا. وبالنتيجة إيزيل بيضلوا رجال وسبق ومر بهي التجربة مع عايشة وغرق فيها، المهم انك طلعتي أقوى منها لعايشة. لا يا عزيزتي، أنا ما فيني نافس عايشة. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ كأنك بنت صغيرة، ما طلعتي على حالك اليوم بالمراية؟ زبطتي حالك مشان كل شيء، انتي مرة قوية وبتعرفي طريقك. أنا عملت هالشي مشان هيك، مشان أقدر إني أثر على عايشة وأزعجها. حبيبتي شو الفرق طالما أنتوا مع بعض كل الوقت؟ هي برا. ولا شي عم نقضيها حكي مع بعض. يعني لساتكم بالبيت؟ ايه. طيب علي رح يمر هلا وياخد ازاد، اذا ما في عندك شي خليكي منتعشى سوا، وبعد العشاء ما في داعي تروحي، بتنامي عندي الليله. هذا؟ ايه. ماشي، لكن انا رح ضل ناطرتك. إيزيل قال لي ضلي عندي لنتعشى وبعدين خليك الليلة عندي. خلي علي يجي ياخذني اذا هيك لكان، مشان ما ضلني قاعدة على قلبكم. كنان معه حق، عن جد كيف دخل توفيق لهونيك؟ اوف، وبدي اقدم حساب لك كمان؟ لو بتتركني وبتركز على كنان مو احسن؟ ليك جنكيز، اذا ما انك منتبه نحن هلا واقعين بمصيبه من وراك. كنان وثق بكلامك قام صار يلي صار. ها همت العوايدك، بس تكوني غلطانه والحق عليك دغري بتطلعي علي بالعالي. يا حلاوه الطحينه انت جنكيز. يلا عيشة، يلا احكي لي. معقولة عم تخبي عني؟ عم تشتغلي جاسوسة لإيزيل؟ أخ. وأنا كنت مفكر إنه كنان، ومع ذلك وقعتي مرة تانية. إيزيل مرة تانية. عشا، قرري أي منه، رح تخونيني مع كنان ولا مع إيزيل؟ أنت اللي حبيت إنك تكون جوزي جنكيز أبو قرون، انت اذا بدك اختار قل لي مين اختار. عدي هون، لا تصرخ جنبي. فيق عم اقول لك عدي. طلعي فيني، بكفي. اذا رح تتخلي عني احكي. خلص انا ما عاد عندي اي شيء بملكه بهي الدنيا، احكي لي. ما ضل عندي رصاص لحتى اوص فيه مشانك، عم تسمعيني؟ بالاول حاربت عمر كل هالسنين، وبعدين حاربت إيزيل، وهلا عم حارب كنان. طلعي فيني، طلعي فيني. جاوبيني، انت حاببتي لكنان ولا انت عم تخوني؟
مشان الله عيشة. الزلمة رح يقتلنا نحن الاثنين. اصدقي معي مرة واحدة على الأقل. انت هلأ مين حابة؟ جنكيز بدي بدل ثيابي بعد إذنك. عيشة، كان بدي اتصل فيكي بس ما كنت عم اعرف شو عم يصير، فمشان هيك. يعني انشغل بالك علي؟ كان بدي اتشكرك، خليتينا فوت توفيق وساعدتينا كتير. ليش، في شي صاير معك؟ ما في شي بيخوف، لا تاكل همي. شو صاير، في شي؟ كنان؟ لا تقلي لي عم يشك فيكي. انا كل شي عملته مشانك ازيل، عملته عن قصد. اليوم شفت كيف كنت عم تطلع على بادة، ومع ذلك عملتها ورح ضل أعملها. أنت لا تأكل همي. بعدين ما بصير تفكر فيني. مو أنت هلأ مع بادا؟ لا مو معه. هيك لكان. بس رح تروح ما هيك؟ رح تكون مع الليلي ما هيك؟ انتظر، لا تسكر، عم يرن الجرس. خير، شو في؟ ممكن تتفضلي معنا؟ سيد كنان ناطرك. يلا نحن جايين. انت لا، بدنا بس الست عايشة لحالها. ايه آيلين، انا رح سكر هلأ، انتي خليكي بشغلك. ما تنتظريني. شو يعني هيك؟ الو عيشة، الو كل هذا المشروب. ألبير، أمور معلم. خلصت الفودكا، صب لي شوت. بس الفودكا خلصت. كيف؟ لك هذا بار يا زلمة، بتخلص فيه فودكا. أنا خبرت سيد إيزيل. أنا قلت لك هاي القصة ألبير. أي قصة؟ بيقولوا ما في سهر عصبي في فودكا. يلا حاجتي اليوم. تفو، انت خدعتني. كنت بتعرف اني رح اتسمع على حكيك انت وعلي. كنت بعرف انك رح تروحي وتوصلي. عملت هالشي كرمالك. انا طلبت من جنكيز انه يخلص على علي، قلت له اذا راح علي توفيق بيرجع لي. خلينا نروح من هون. ما تقربي، خلي عندك شوية كرامي، ما تقربي. كل ما بحاول أعمل شي منيح بقوم بغرق أكتر. مشان الله روحي. لو بتعرف شو عملت، أنا اللي خبرت جنكيز بقصة حمل آزاد. لك أنت شو؟ لك ريهام، رحت لعندها قلت بعرف عنك شي خبر، قلت بلكي بشوفك. عرفت بالحمل وخبرت جنكيز، قلت ما رح يعمل لها شي إذا عرف بالحمل. ما أنك شايف توفيق، أنا عم بغرق أكتر وأكتر.
مشان أقرب منك أكتر شوي. بعتت جنكيز باتجاه آزاد. جنكيز؟ طلع هو الواطي. جنكيز حاول يقتل ابني. والله لا أقلع عن نفسه. زلمي كان رح يتزوج هلأ، نزعت الجو كله. ونحن كنا رح نتزوج. نحن سكرناها للقصة ريهام. طيب شو رح بيصير؟ جنكيز قلعني من عنده، شو رح أعمل أنا هلأ؟ لبرا نقلعي. عفوا يا ست، سيد كنان جوا وهو ناطرك هلا. ألو سيد حكمت، من زمان ما سمعنا هالصوت، شو الأخبار؟ حلو، هذا زلمتك اللي بيشتغل ببيت كنان، هلأ هو هنيك؟ فيك تحكي لي معه؟ أهلا وسهلا. شو عم بيصير؟ ليش نحن هون؟ ليش برأيك؟ منشان إصدار القرار. شو بدك تعمل فيني؟ كنان، شوف هاي أنا عايشة يلي قلت إنك ما حتشك فيها. شو صار فجأة؟ بعدين ليش جايبني على هذا المكان بالذات؟ في سؤال لازم أسألك إياه. بعدين الشيء يلي غير لي حياتي كلها بلش من هون بالضبط. والقرار يلي رح تاخده بالنسبة إلي رح يغير حياتي، ما هيك؟ كنان، خلينا نطلع من هون منحكي أكثر. خليكي عندك. القرار يلي غير كل شي بعدين وقلب لي حياتي بلش بهي النقطة يلي واقفة هلأ فيها، مطرح ما قوصوا علي. وقتها فهمت لأول مرة كل قرار بتاخديه متأخر هو قرار قتل أخدتي على بكير. بعده عنه رجاء، نحن بنهتم فيه. كنان ما تخاف، كمان شوي ومنخلص. إمتى بيطلع من العملية؟ رح تخلص بسرعة ما هيك؟ احكوا لكم شي كلمة جاوبوني. أستاذي هي مستشفى، يا ريت تهدأ إذا بتريد. شو رح يصير يا رامي إذا بلكي صار شي لكنان؟ سلمى لا تشغلي بالك، ما رح يصير معه شيء. دكتور حيوة، رصاصة واحدة ببطنه ما رح يصير له شيء، ما هيك؟ رح يعيش، ما رح يموت. ما فيني أقول لك شيء قبل ما فوت على العمليات. إذا ما طلع أخي عايش، اكتب وصيتك وإنت جوا، بحرق أي المستشفى، كل يلي فيها. عم تسمعني؟ رجاء يا سيد لا تعيط هيك، أنت بالمستشفى. دكتور، إذا بتريد اهدى شوي. بعد رامز بعدين. ترجمة
اسمع رامي، قلت لك بعدين. تجاوزنا مرحلة الخطر، أخوك رح يعيش. أكذب مرة تانية بحياتي على كنان. ما عاد في كذب، خلص رح ينتهي كل شيء. رح أقول له أنا وسلمى منحب بعض وخلص. لك يا حقير، لك شنو عك أنت يا حقير؟ عاد عاد أخي عمي نازع، أخي عمي موت. روق شوي، كنان رح يعيش. منشان تقتله مرة تانية ما هيك؟ ها؟ منشان تدخل وتقتله مرة تانية؟ انت رميته مرة تانية بين السلاح ما هيك؟ منشان تأخذ حبيبته منه؟ إذا لسه بتحكي أكتر من هيك ما رح طول بالي عليك. بأي وش عم تطلع فيني؟ وانت بأي وش عم تطلعي؟ انتو اثنين قتلتوا اخي. اخي كينان رح يموت. تركونا براحتنا وروحوا. تركونا بقى. مين السيد رامز؟ انا خير، شو في؟ المريض هلا فتح عيونه، نقلناه على الغرفة، بده يشوفك مع انه ممنوع. مشان هيك الدكتور المشرف سمح له، تفضل. ملك الرواق فاق. عم تتوجع؟ ما تشغل بالك ابدا، اسبوع وبتوقف على رجليك. انا رح انتبه عليك. بعرف كل شيء، شفتكم بعيني انت وسلمى. كنت بدي اقول لك من الاول، حاولت كثير صدقني. ما عاد طلعت بوشها، ما عدت نزلت على الكازينو. قلت رح بطل حبة بس ما زبطت معي. انا بعطيك روحي يا ولد اذا بدك، وهذا ما رح يغير شيء. يلي رح تفهمه انه من اول لحظة انا كنت بحب سلمى. وهي بتحبك كمان، ورح تكونوا لبعض على طول. وبسببي ما عملتوا هالشي هاد. وانت مصدق هذا الحكي جد من عقلك؟ ما تتعب حالك، فينا نحكي بعدين. انتوا مانكم مفصلين بسببي يا رامز. نحكي بعدين، خلص. بفرض اني انسحبت من بيناتكم، رح اطلق مرتك؟ معقولة يا رامز قرائسكي بتحط ابنك ومرتك على عتبة الباب؟ طبعا ما رح تعملها. ايه، وشو رح يصير بسلمى؟ رح تكون عشيقتك؟ رح تستأجر لها بيت لهالعشيقة؟ هلأ لا تتعب حالك، أجل الحكي لبعدين. مرتك هي المشكلة مو أنا.
كنتوا عم تستسهلوا القصة على اعتبار اني عطول بيناتكم، بس وقت رحت ما استحملتوا انه غيب عنكم، كان بدكم ياني ارجع. ليش؟ لاني فهمت عليكم وما عم تقدروا، ما عم تقدروا تكونوا مع بعض من دوني. انا رح نادي للدكتور. بال بحكي يا رامز، انا ما كنت مانع بيناتكم، انا كنت حجه وبس. كذب هالحكي اذا بتقدر وطلع لفوق على القمه، انت مانك من مستوى سلمى، انت ما بتقدر توقف بالمكان اللي هي بدها اياه، ما رح تقدر تقول انك زوجها اساسا، انت متزوج. قبال بهالحكي اخي رامز، ان كنت موجود او كنت غايب ما رح تقدروا تكونوا مع بعض. دكتور تحمل شوي كنان. عفوا دكتور، تعال بسرعة، المريض صاير معه نزيف. رامز، شو وضعه لكنان؟